إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى مراسلنا من داخل قبة البرلمان بدر الركابي ليصف لنا الأوضاع من حوله فيما يتعلق بالتجمهر والتظاهر هناك. هل من جديد بدر؟ وأهلا بك. نعم ميعاد، لغاية الآن ما تزال أعداد المتظاهرين تتوافد إلى مبنى البرلمان حيث الاعتصام المفتوح هنا داخل المنطقة الخضراء، يعني تغريدة محمد صالح العراقي يوم أمس والتي تضمنت تعليمات فيما يخص توافد أعداد المتظاهرين وكذلك خروجهم وكذلك حتى أوقات الذروة التي حددت، يعني اليوم هي مطبقة بشكل واضح. شاهدنا يوم أمس يعني عند العصر وكذلك حتى بعد المغيب أصبح هذا هو وقت الذروة بعد التعليمات التي ترجمت إلى المتظاهرين. أيضا كذلك اليوم منذ ساعات الصباح الأولى شاهدنا بعد الساعة 10 وصول أعداد إلى الزخم، ومن ثم يعني تناقص أعداد المتظاهرين والمعتصمين المتواجدين خلال فترة الظهيرة والعودة يعني عند العصر والمغيب للذروة مرة أخرى. فبالتالي قضية توافد أعداد المتظاهرين كأفواج ووجبات بالتناوب وكذلك تحديد أوقات محددة للذروة بدأت فعليا منذ اليوم يعني من عند الساعة 10 صباحا، كذلك حتى ما نشاهده بقضية الاتفاق مع دخول القبائل والعشائر العراقية إلى مبنى البرلمان هو حدد بعد العصر، فبالتالي هذه إشارة إلى أن قد يكون هو وقت الذروة لهذه التظاهرات هو عند المغيب وكذلك حتى قبل المغيب. أيضا كما يعني أضعك بالصورة وكما تشاهدون من خلفي لغاية الآن هي الأعداد متواجدة لكن تناقصت وستعود بعد المغيب، وقبل ذلك أيضا نشاهد هنا أمامنا هذه هي يعني لوبي البرلمان عند الطابق الثاني، نشاهد هنا استراحة المعتصمين، وعلى الجانب اليسار محمد إذا تقوم بتصوير كافتيريا البرلمان نشاهد الأعداد ما تزال متواجدة عند كافتيريا البرلمان، هذه هي كان المكان المخصص استراحة النواب. أيضا تحدثنا مثلا عن الجانب يعني محمد إذا أمكن زميلي على اليمين نشاهد هنا الجانب الإداري لمبنى البرلمان، وهذا يعني الدرج المؤدي إلى الجانب الإداري، ممنوع صعود المتظاهرين إلى الطابق الثالث حيث هذه الأماكن هي مخصصة للموظفين، وهناك كانت توجيهات إلى المتظاهرين بحماية الممتلكات العامة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة، فبالتالي هناك حماية لهذه الممتلكات وهذه الغرف المخصصة للموظفين. أيضا أنا أتواجد على السلم الذي مؤدي إلى يعني مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكذلك النائب الثاني شخوان عبد الواحد. بدر، هل فعلا انضمت مجموعة من مسعفي تشرين إلى التظاهرة؟ إذا كانت إجابتك نعم، كيف وجدت ردود الفعل من حولهم وهل هم مرحب بهم في هذه التظاهرة أيضا؟ سؤال غير واضح. يعني سألتك يعني عن ما كان هنالك مجموعة من المسعفين، هل فعلا لأن هنالك ما يتحدث بأن هنالك مجموعة من المسعفين تابعين لتشرين انضموا إلى هذه التظاهرة، هل هذا حقيقي؟ يعني بدأنا أن تحدثنا مثلا عن التظاهرات ومن يتواجد في التظاهرات فهو ليس التيار الصدري فقط، جميع يعني فئات الشعب العراقي هي حاضرة ومن مختلف المحافظات ليس في العاصمة بغداد، فبالتالي قوى تشرين إضافة إلى التيار الصدري كذلك عامة المواطنين العراقيين هم حاضرون اليوم في مبنى البرلمان ويشاركون في هذا الاعتصام المفتوح حتى فيما يتعلق باللجان الخدمية اللجان الأمنية التي وجه مكتب السيد مقتدى الصدر بتشكيلها من أجل ديمومة هذا الانضباط وكذلك ازدياد عملية التنظيم، هذه أيضا هي مشتركة بين يعني أفراد من سرايا السلام متظاهرين عاديين، كذلك حتى أيضا شاهدنا بعض من المتظاهرين ممن كانوا حاضرين في ثورة تشرين أيضا اليوم هو يشترك في يعني خصوصا فيما يتعلق باللجان الخدمية، أيضا هم حاضرون ويؤدون دورهم. الجميع هنا متفق بأن هذه التظاهرات أو هذا الاعتصام المفتوح هو اعتصام عفوي، هو اعتصام من أجل مصلحة بلد كامل، هو اعتصام إصلاحي، فبالتالي لربما تبتعد الغايات تبتعد المسميات، والجميع هنا يشترك بقضية
استمرار زخم هذه التظاهرات والتي ستصل إلى الذروة. ومن المتوقع كما وصل إلينا بأن أعداد المتظاهرين ستبقى مستمرة إن كان هنا داخل أروقة البرلمان وحتى خارج البرلمان، كما تعلمين بأن التوجيهات هي تتحدث عن الخروج من القاعة الخاصة لي يعني الجلسات التي هي على يميني، وأنما أروقة البرلمان الأخرى هي ستبقى الأعداد فيها بالإضافة إلى الباحة الخارجية للبرلمان لحين وصولنا إلى موعد الجمعة المقبلة عند ساحة الاحتفالات التي ستقام فيها صلاة الجمعة. لغاية الآن أيضا التحضيرات مستمرة. الحاج أبو مصطفى الحميداوي المشرف العام على سرايا سلام كانت لديه جولة مع مختلف القطاعات الأمنية والأطراف ذات العلاقة قبل وقت من الآن، وتجولوا في ساحة الاحتفالات من أجل إكمال الاستعدادات اللوجستية الأمنية التحضيرية من أجل يعني إكمال جميع الأمور للوصول إلى استعدادات كاملة لاستقبال المصلين الذين سيتوافدون من 4 محافظات إلى ساحة الاحتفالات من أجل إقامة صلاة الجمعة عند يوم الجمعة المقبل. نعم، يقولون أن آمون في مجلس النواب، لا نعلم يا بدر إذا كانت هذه هي شخصية أو كاركتر للتعبير عن الحقبة الزمنية التي يعيشها العراق أم ماذا. بدر الركابي مراسلنا من داخل قبة البرلمان، شكرا جزيلا لك زميلي، بالتأكيد ستوافينا لاحقا إن جدت الأحداث.